مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المؤثرة منى الإمام أخت سيليا زوجة محمد بن شنات، ها هي تشوق متابعيها بعرض كواليس لأحد الأعمال التلفزيونية رفقة الصحفي صفوان. وللعلم فإن الصحفي صفوان قد بث خبر استقالته مؤخرا. منى قد رافقها في هذا العمل الممثل الكوميدي بلال باراكودا واليوتيوبر قاسم. وقد تساءل متابعوها عن نوع هذا العمل، إلا أن نجمة السوشيال ميديا لم تكشف عن ذلك. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.